لندن تمد نفقها العظيم ولكن من المجاري الفائقة. أول وأضخم تحديث لشبكة الصرف الصحي منذ القرن 19، لتعلن بعد 7 سنوات من تجنيد كفاءاتها عن إنقاذ نهر التايمز من تجدد كارثة النتن العظيم. وشبح ذكريات سكان لندن مع تجارة الفضلات البشرية، مشروع سيوقف تسرب 40 مليون طن من المياه غير المعالجة إلى التايمز، شريان حياة ولؤلؤة إنجلترا المشعة. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. لندن وأزمة النتن العظيم. قد يبدو لك للوهلة الأولى وأنت تشاهد هذا الفيديو أن إعادة ذكر بعض من الكوارث التي شهدتها دول من العالم نوعا ما من السرد غير المبرر لقصص قد مضت، ولكن لو تركت ذاك التاريخ ونظرت إلى الحاضر ستجد أن أضخم المشاريع التطويرية والتقدمية قد ولدت من رحم هذه الكوارث كنوع من الإصلاح الجذري الذي للأسف لم تنجح دول أخرى في بلوغه رغم معاناة شعوبها. فدعونا إذن في البداية نأخذكم إلى لندن في منتصف عام 1858، وهذه الفترة السوداء التي عاشت فيها المدينة حادثة النتن العظيم، أو كما تسمى أيضا أزمة الرائحة الكريهة. في أربعينات القرن 17 كانت لندن مجرد مدينة مكتظة بالسكان مقارنة بحجمها الضئيل، بها شبكة قنوات مهترئة للصرف الصحي بنيت بالقرميد، وتصب نفايتها في نهر التايمز مباشرة ملوثة ذفافه. فبرزت بسبب ذلك مهنة غريبة للسكان، ولكن ستدركون أهميتها فيما بعد. كان الناس حينها يجمعون تلك النفايات من ضفاف النهر ويتاجرون بها كسماد للفلاحين من أجل أراضيهم. وبالرغم من أنها كانت مهنة مقززة، إلا أنها مثلت مصدر رزق لآلاف السكان حينها، علاوة على كونها كانت تقلل من تراكم الأوساخ على ضفاف النهر. ولكن بحلول عام 1847 عقدت بريطانيا وأمريكا الجنوبية اتفاقية لاستيراد سماد جوانو الأقل سعرا حينها والأكثر فاعلية. اندثرت بذلك مهنة جمع نفايات الصرف الصحي، فتراكمت بشكل كارثي بجانب التايمز لسنوات عديدة، وتفاقم الوضع مع استمرار تزايد السكان الذي بلغ عددهم في وقتها أكثر من 3 ملايين نسمة. في الجهة الأخرى كانت المصانع تشيد واحدا تلو الآخر لتعجز المجاري عن تصريف المياه الثقيلة والفضلات، فبدأت تسربات الغازات السامة منها الميثان. سبب ذلك عددا لا يحصى من الحرائق وانتشار للكوليرا 3 مرات بين السكان بفعل اختلاط النفايات بمياه الشرب. طالت قائمة الوفيات قبل حتى عام 1858 الذي بمنتصفه تفجرت الكارثة الكبرى، وتحول نهر التايمز إلى مجرى كبير للنفايات الصناعية والبشرية معا، مع تراكم الفضلات على جانبيه على مساحة فاقت 6 أقدام. ظهرت تدريجيا سحب من الغازات المرئية تفوح منها روائح لا تطاق وصلت حتى مياه الشرب. وكمحاولة للسيطرة على أزمة الروائح الكريهة، تكبدت الحكومة مصاريف سكب كميات هائلة من المواد بنهر التايمز. ولو عدت لما كتب بشأن تلك الفترة من التاريخ ستجد قصصا شهيرة قد رويت عن تلك المحاولات، أشهرها نقع ستائر البرلمان في كلوريد الجير التي لم تجد نفعا، وباتت الأزمة محل سخط الفقراء والنبلاء، بينما شنت نخبة المثقفين حربها على الحكومة لحل المشكل، ليكون الفرج على يد المهندس المدني جوزيف بازالجيتي الذي طرح مخططا لمجار جديدة تنقل المخلفات شرقا عبر شبكات صرف ضخمة تصب هارج لندن. وتم الانتهاء من المشروع في 1875 ليواصل القيام بدوره بكل كفاءة ولسنوات عديدة،
أنقذت التحفة الهندسية لبازال جيتي مدينة لندن بأكملها، ليكون هذا المهندس بمثابة المنقذ للسكان في القرن التاسع عشر، فبقي لديهم أعظم شخصية في تاريخ مدينتهم حتى اليوم. ولكن مع مرور كل هذه السنوات وخوفا من شبح النتن العظيم الذي بات يلوح في أفق التايمز من جديد، بات من الضروري التجهز لتفادي كارثة مماثلة عبر تحديث الشبكة. المجاري الفائقة، دوام الحال من المحال، ومهما بلغنا من درجات الإصلاح فإنه لا يجب التوقف، وإنما لابد من مواصلة التطوير لمواكبة التغيرات. ففي العقود الأخيرة ومع زيادة عدد سكان العاصمة البريطانية، عادت مياه الصرف الصحي للتسرب من جديد في نهر التايمز بمعدل 825 مرة يوميا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما اضطرهم لإغلاق 83 شاطئا بالساحل الجنوبي لأنجلترا بعد ارتفاع مستويات البكتيريا بها خلال فترات ارتفاع الحرارة، إضافة إلى غرامات مالية مجحفة في حق شركات المياه بسبب التورط في أنشطة مسببة للتلوث، منها شركة تايمز واتر التي تم تغريمها ب18 مليار دولار، مما نتج عنه إجبار عملائها على تمويل مشروع المجاري الفائقة. كل ذلك قاد إلى التفطن لضرورة تحديث شبكة المجاري ليكون أكبر وأول تجديد لشبكة بازال جيتي منذ القرن التاسع عشر. ولسبع سنوات متتالية جندت بريطانيا آلاف المهندسين والعمال من أجل تطويع خبراتهم ومجهوداتهم لمد نفق ضخم بقطر بلغ أكثر من 7 أمتار وعلى طول 25 كيلومترا، يمتد تحت لندن ويجتاز منحنيات نهر التايمز من الشرق والغرب. كلف هذا النفق الحكومة البريطانية حتى الآن 5 مليار دولار، تم تصميمه ليحمل مياه الصرف الزائدة عن طاقة استيعاب المجاري القديمة إليه عوض أن تتسرب في التايمز. وبالرغم من صمود مجاري الطوب القديمة، إلا أن حجمها غير كاف، نظرا وأنها قد صممت حينها لتتماشى مع 4 ملايين ساكن، واليوم قد بلغ العدد 9 ملايين، وهو ما نتج عنه للأسف كمية من التسربات فاقت 40 مليون طن من المياه غير المعالجة. وبالتالي فإن هذه المجاري الجديدة التي ستختبر فاعليتها في 2024 سيكون لها الفضل في ترميم نهر التايمز بلندن لأول مرة منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومع بداية عملها بكامل طاقتها بحلول سنة 2025 سيكتب جزء جديد لمسيرة لندن في مكافحة شبح النتن العظيم. لا تنسوا أن تخبرونا بانطباعاتكم في التعليقات، وما إذا كنتم على دراية بحوادث شبيهة في دول أخرى من العالم.